للحديث عن الموضوع أكثر مشاهدينا معنا عبر الهاتف من الكويت الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. ما حجم الخطر الذي يحدق بالعالم عندما نتحدث هنا عن انتقال الحروب والهجمات من الأرض إلى الواقع الافتراضي وبالتحديد في مجال استهداف القطاعات النووية والطاقة والتصنيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك يعني احنا شاهدنا تأثيرات الحرب الناعمة، وهي الحرب الخفية والناعمة، لأن الفاعل لا يكون معروف، سهل الحركة، الأداة اللي يستخدمها ليست معقدة جدا، يستطيع أن يحملها، يستطيع أن يمارس عمله في أي مكان، وبالتالي صعب تحديد الهدف. الآن ما هو تأثير هذا المجرم أو الهاكر على العالم؟ أنا أعتقد العالم الآن كل شيء الآن كمبيوترايز وكل يعني ديجيتالايز، ف كل المحطات اللي تفضلت فيها سواء كانت نووية، محطات إرسال، المطارات، غرف عمليات التحكم في القطارات، وسائل النقل البحري، هذه كلها فارنبل، هذه كلها أهداف موجودة تتعرض للضرر. إذا نحن نتحدث على إضرار في الاقتصاد العالمي، إرباك في الترافيك إذا كانت على الطائرات أو على القطارات أو على السفن، أيضا نحن نتحدث على إضرار بمئات الملايين، إضرار بمئات الملايين على الشركات أو حتى على الأفراد. دكتور، هذا على الصعيد العالمي تتحدث حضرتك، ماذا إن تحولنا إلى الدول العربية وتحديدا دول الخليج، مدى تأثرها من هذا النوع من الهجمات أو الحروب كما أسميتها حضرتك الحروب الناعمة؟ أنا أعتقد إحنا في الخليج مهددين. لماذا مهددين؟ أولا تكنولوجيا الحمائية للأنظمة الإلكترونية نتعامل فيها، لا أعتقد أنها يعني بمثل جودة الأمريكان أو الروس أو الدول الغربية. النقطة الثانية، الوفرة المالية تكون جاهزة للمبتزين ولطالب الفدية، طالب الفدية الإلكترونية. النقطة الثالثة، الثقافة الإلكترونية ليست معممة على الجميع. النقطة الرابعة، نحن مجتمعات استهلاكية لهذه التكنولوجيا، فلو وجدت إحصائية هناك مئات الملايين خسائر من جراء القرصنة الإلكترونية وهي على المستوى العالي، فمن بالك طلب فدية من مركز التحكم في المطارات أو مركز التحكم في القطارات أو مركز التحكم في شركات كبرى. إذا نحن أمام مشكلة خطيرة، لازم فعلا نحن نفكر فيها ونعرف ما هي الإجراءات الوقائية لحماية الأمن الإلكتروني. طيب دكتور، بحسب معلوماتكم من يقف وراء هذه الهجمات؟ هل اتضح ذلك ومن المستفيد منها؟ ونحن نخص الذكر هنا الهجمات على قطاعات الطاقة النووية. هو كل شخص عنده خبرة في الهاكينج وعنده السوفت وير المناسب يستطيع أن يقف. البنتاغون تم اختراقها في بعض الأحيان، وزارات الدفاع البريطانية تم اختراقها، الآن تتكلمون على أوكرانيا. إذا هي مجموعات قد تكون ذات تدريب عالي أو قد تكون في مؤسسات، قد تكون بعض الدول مشاركة فيها، بعض الدول الكبرى، أو قد يكون بعض الشركات تجرب سوفت وير معين وبالتالي تقدم أيضا السوفت وير الأنتي فايروس لهذا البرنامج الخبيث. إذا نحن نتحدث المجرم مجهول عائم، لا نستطيع أن نحدد إلا في حالات الحقيقة دقيقة ونادرة جدا أن يتم تحديده والقبض على مصدر أو الشخص الذي أرسل هذا الورم أو أرسل هذا الفيروس. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف من الكويت الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام.